السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناتي أرت أنترتينمنت في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مباراة بروك ليزنر ضد رومان رينز في عرض راسلمانيا 38. ستكون هناك مباراة خرافية للغاية ستجمع كل من الطرفين وهم لديهم قصة قوية منذ سنة 2015 إلى الآن، حيث رومان كان يتحدى بروك وبروك يتحدى رومان، رومان يتحدى بروك وبروك يتحدى رومان، سواء على لقب WWE أو على لقب يونيفرسال، سواء في راسلمانيا أو سامر سلام أو العروض العادية الراو وسماك داون. لكن هذه السنة الأمر مختلف تماما، لأن بول هيمن الذي كان مع بروك ليزنر بالسابق أصبح الآن مع رومان رينز، وهذا شيء يضر بروك. وفي السابق كنا نرى أن بروك في الشخصية الشريرة ورومان في الشخصية المحبوبة، والآن رومان هو من في الشخصية الشريرة والبروك هو من في الشخصية المحبوبة. شكل رومان مختلف تماما عن السابق، بروك ليزنر شكله مختلف تماما عن السابق. تنافسوا في عرض كراون جول وفاز رومان رينز بالغش على بروك ليزنر لتستكمل العداوة بينهم إلى حين غير مسمى، والكل يتوقع أنها ستكون مباراة بينه وبين بروك في عرض الراسلمانيا 38. في الأصل كانت ستكون مباراة بين رومان ودروك في الراسلمانيا، لكن للأسف دروك لم يستطع الحضور ولم يوقع على عقد يجمعه بالWWE في الأيام فائتة، لأن دروك لديه عدة أعمال في هوليوود وأفلام جديدة، مستر مثلا فيلم بلاك آدم وغيره من الأفلام الناجحة التي يعمل عليها دروك حاليا. لذلك هو سيتواجد في الرسلمانيا 39 بعد الرسلمانيا 38 التي ستقام في دالاس، سيكون هو في الرسلمانيا 39 التي ستقام في مدينة هوليوود أو لوس أنجلوس، هذه المدينة تناسب دروك لأن دروك ابن هوليوود ورومان أيضا سيكون ابن هوليوود في المستقبل، لذلك ستكون هناك مباراة قوية بينهم. وفي هذه السنة سنرى بروك يعود دروك، لهذا كانت قصة بينهم منذ أن عاد بروك توجه مباشرة إلى رومان، لم يختار بوبي لاشلي ولم يختار أي مصارع آخر، اختار رومان ليبنوا عداوة مباراتهم للرسمية 38. ورأينا رومان يفوز على بروك بالغش في عرض كراون جول، ورأينا بروك يهاجم رومان في عرض سماك داون الذي بعد الكراون جول يوم الجمعة من ليلة أمس، لكي يحافظ على اسمه وشكله كوحش. وفي الأخير ستحدث مباراة بينه في عرض الراسلمانيا 38 وأيضا سنعلق عليها. أتمنى منكم أن تشتركوا في القناة وأشكركم.